سياحة بلجيكا، بلد القلاع والمتاحف المفتوحة والقنوات المائية الخلابة. في هذا الفيديو سنتعرف على أهم المعلومات التي تحتاج معرفتها لتخطط لرحلتك، مثل الطقس، الفنادق، الأسعار، الأماكن السياحية التي تستحق الزيارة. 10. ما هو أفضل وقت للسفر إلى بلجيكا؟ أفضل وقت لزيارة بلجيكا هو خلال أشهر أبريل ومايو ويونيو وبين سبتمبر وأكتوبر. هذه هي الأوقات التي تكون فيها أحوال الطقس مثالية. المهرجانات وفيرة والطبيعة في أفضل حالاتها والأنشطة كثيرة. 9. ما مقدار الميزانية التي تحتاجها لبلجيكا؟ يجب أن تخطط لإنفاق حوالي 120 يورو يومياً في إجازتك في بلجيكا، وهو متوسط السعر اليومي بناء على نفقات السياح. 8. ما هي أهم الأماكن السياحية في بلجيكا؟ العاصمة بروكسل، مدينة بروغ، مدينة دينانت، مدينة غنت، مدينة أنتويرب. عبر قناتنا فيديو كامل عن السياحة في بلجيكا فيه المزيد من المعلومات، الرابط سنضعه في الوصف. 7. ما متوسط تكلفة فندق في بلجيكا؟ يوجد العديد من الخيارات المتفاوتة للسكن أثناء إقامتك بأسعار مختلفة، بدءاً من الفنادق الراقية حيث متوسط الفندق أقل بقليل من 200 دولار أمريكي في الليلة. إذا كنت ترغب في فندق متوسط فسعر الليلة يزيد عن 120 دولارا أمريكيا في الليلة. 6. كم يوما مناسبة للسياحة في بلجيكا؟ 5 أيام يكفو للسياحة في بلجيكا، ولو زاد العدد إلى 8 يكون أفضل، لوجود العديد من القلاع والأماكن الأثرية والمتاحف. لمزيد من المعلومات عن بلجيكا لا تفوت قراءة موضوع بلجيكا في موقعنا، فيه المزيد من المعلومات التي تحتاج إلى معرفتها لتخطط لرحلتك. 5. ما هي أفضل منطقة للإقامة في بلجيكا؟ بلجيكا بلد صغير ومن الممكن البقاء في مكان واحد والتنقل بين المدن. بروكسل هي أفضل مكان للإقامة، كذلك تقع أنتويرب وغنت أيضاً في موقع جيد لاستكشاف الأماكن الرئيسية في بلجيكا. 4. ما هي أرخص وسيلة مواصلات بين المدن في بلجيكا؟ يعتبر السفر بالسكك الحديدية في بلجيكا فعالاً واقتصادياً. توجد محطات في قلب معظم المدن الكبرى. يكلف استقلال السكك الحديدية حوالي 8 يورو في الرحلة، بغض النظر عن المكان الذي تتجه إليه. ادعمنا بلايك إذا وجدت في الفيديو ما يفيدك. 3. هل يمكنني شرب ماء الصنبور في بلجيكا؟ نعم، يمكنك شرب مياه الصنبور في بلجيكا، حيث أن مياه الصنبور في بلجيكا آمنة للشرب بشكل عام ونقية، وهي من أفضل المياه في أوروبا. 2. هل الطعام والشراب مكلفان في بلجيكا؟ في المتوسط يمكنك إنفاق 35 يورو على وجبات الطعام ليوم واحد، لذلك تعتبر تكاليف الطعام والشراب في بلجيكا غير مكلفة مقارنة بالدول الأوروبية الأخرى. 1. هل بلجيكا مكلفة للسياحة؟ بلجيكا ليست مكلفة للغاية للسياحة، وكذلك فهي ليست رخيصة، حيث أنها أرخص من دول مثل سويسرا والنرويج وأغلى من دول جنوب أوروبا مثل إيطاليا واليونان. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد.